بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم سلحفاة بسيطة خالص وبطريقة سهلة. معايا طبق بالشكل ده كده ومعايا فوم اكتر. اول حاجة هعملها هغلف الطبق ده بالفوم. هغلف الطبق ده بالايه؟ بالفوم. هغلف الطبق بالفوم الاخضر بالشكل ده كده. لو عندي طبق تاني كان نفع احسن، بس ده برضه هيبقى حلو ان شاء الله. الشكل ده كده خلاص. كده بقيت غلفت الطبق وعملت له الاطار او ظهره الاصفر بالشكل ده عندي. بعد كده هعمل الراس بتاعتها والرجول. هرسم الراس بتاعتها تبقى بالشكل الدوراني ده كده كده. كبرها شوية بالشكل ده كده وهحط لها العيون. هعمل لها الاول بق كده تمام، وهحط لها عيون. اعمل لها عيون بشريط البرشام اللي معايا. بعد ما عملت لها الراس اهي، هعمل بقى الارجل. برضو بتبقى بشكل بيضاوي كده بسيط كده. ادي رجل وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة. وهعمل لها الديل بتاعها بيبقى بشكل مثلث كده. هقصهم ونلزقهم مع بعض بالشكل ده. خلاص بقت عندي راس السلحفاة جاهزة وعندي الأرجل بتاعتها. هنلزق، هحط شم والزق راسها كده. وبعدين ألزق الأرجل بتاعتها خلاص. بقت جاهزة معايا. أنا ركبت لها الراس بتاعتها والأرجل الأربعة والديل، وبقت جاهزة خالص من طبق وفوم أخضر وأصفر. هنعمل أحلى سلحفة للأطفال يلعبوا بيها. يا رب تعجبكم يا رب، وسهلة وبسيطة خالص. جربوها وإن شاء الله تعجبكم تعجب الأولاد كمان إن شاء الله.